سلام، معكم حافظ من قناة بومبا كور. 19 واحد غتكون أول مباراة في نهائيات كأس أمم إفريقيا، يعني بعد 13 يوم من هذا النهار هذا، وغندير واحد التحليل أسطوري لجميع مباريات ديال كأس أمم إفريقيا، وخصوصا منتخب المغرب والجزائر والشقيق منتخب مصر. ولكن قبل كل شيء، عارف الأكثرية ما عارفينش الملاعب اللي غادي تلعبوا فيهم نهائيات كأس أمم إفريقيا، وأكثرية ما عارفينش المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا 100%. قبل ما نبداو الحلقة ديالنا، إذا كنتي أول مرة كتشاهدني، اشترك في القناة وانضم للقافلة الكروية لأحسن محتوى رياضي في المغرب. وبغيت نقول لكم واحد المعلومه اللي صدماتني، اللي دخلت نشوف الاحصائيات، 93% اللي تيتفرجوا فيا ما مشتركينش في القناه. الاشتراك ديالك في القناه هو اكبر حافز ليا باش نقدم احسن محتوى رياضي في المغرب. المهم اشترك في القناه وما تنساش اللايك، ويلا نبداو. نبداو اولا بالملاعب الاسطوريه اللي غادي تلعب فيها كاس امم افريقيا. العدد ديال الملاعب اللي غتستضاف النهائيات هي 6 ديال الملاعب، وانا بالنسبه ليا 6 ديال الملاعب ماشي كافيه، على الاقل كان خاص يكون 8 ديال الملاعب، لانني متاكد بلي الارضيه ديال الملاعب اللي كاينين في افريقيا ماشي مزيانين 100%. يمكن بعض الماتش الاول ولا الماتش الثاني ولا الماتش الثالث ترجع غير صالحه للاعب، وهادشي تنشوفوه اكثريه غير في الملاعب الافريقيه. نبداو باول ملعب في هاد القائمه، اول ملعب اللي هو ملعب بولبويا، ملعب اللي ضخم وكبير وكيتواجد في العاصمه الكاميرونيه يواندي، وكيتساعد الملعب هذا ل 60,000 متفرج. وهاد التيران هو اكبر تيران كاين في الكاميرون حاليا، وتاسع اكبر تيران في افريقيا. اما القيمه الماليه اللي تصوب بها التيران هي اكثر من 330 مليون دولار، وهاد 330 مليون دولار هي اكبر قيمه دفعت في افريقيا باش تصوب شي تيران. وباش نزيد نصدمكم اكثر، حتى من الملاعب ديال جنوب افريقيا اللي استضافت كاس العالم ديال 2010، وهاد التيران هذا تلعب في المباريات ديال المجموعه الاولى، واللي كتضم بلد منظم اللي هو الكاميرون. وهاد الملعب هذا هو اللي غادي يكون فيه حفل الافتتاح، وغادي تكون فيه حتى المباراه النهائيه ديال كاس امم افريقيا. اما التقييم ديالي لهذا الملعب هو 8/10. الملعب الثاني اللي في هذه القائمه، ملعب احمد اهيجو، التيران هذا تيجلس تقريبا 42,000 متفرج، وهاد التيران هذا بين اعرق التيرانات اللي كاينين في الكاميرون، وتصايبت التيران هذا بالضبط في عام 1972. وهاد التيران هذا تلعب فيه المباريات ديال المجموعه الثالثه، وهاد المجموعه غادي تضم المنتخب ديالنا اللي هو منتخب المغرب وغانا والكابون وجزر القمر، وغادي يستضاف هاد الملعب هذا حتى مباراه في الدور الثمن النهائي. وانا بالنسبه ليا بكل صراحه، هاد التيران هذا متوسط، وكنعتبره غير جيد باش يستضاف مثل هاد البطوله. اما التقييم ديالي لهاد التيران هو 5/10. نمشيو دابا للملعب رقم 3، ملعب ليمبي. هاد التيران هذا ماشي كبير بزاف، ولكن نقول عليه متوسط، وتيهز تقريبا يلاه 20,000 متفرج. التيران اللي باقي جديد بزاف وتفتتح عام 2016، وغادي يستضاف هذا الملعب المباريات ديال المجموعه السادسه ديال هذه البطوله. هذا التيران هذا بالنسبه ليا اقل من المتوسط، والتقييم ديالي غادي نعطيه يلا 4/10. نمشيو دابا للملعب رقم 4، ملعب جابوما. هذا التيران هذا بالنسبه ليا بين اجمل الملاعب اللي غادي يستضاف هذه البطوله، وكيتواجد هذا الملعب بالضبط في مدينه وارا، وكيتساعد الملعب هذا تقريبا 50,000 متفرج. والمناسبه التيران هذا هو ثاني اكبر ملعب كاين في الكاميرون. هذا الملعب هذا باقي جديد بزاف، وتم الافتتاح ديالو يلاه في 2019، يعني يلاه قبل من عامين من دابا. وهاد التيران هذا بين اجمل الملاعب اللي كاينين في الكاميرون، وهاد التيران هذا مصايب مواصفات عالميه، وغادي تلعبوا في هاد التيران مباريات ديال المجموعه الخامسه اللي فيهم منتخب الشقيق اللي هو الجزائر، وغادي تلعبوا عاوتاني في هاد التيران هذا مباراه من الثمن النهائي وجوج مباريات من الربع النهائي ومباراه واحده من النصف النهائي. والتقييم ديالي لهاد التيران بكل صراحه هي 8.5/10. نمشيو دابا للملعب رقم 5، ملعب روندي اجيبا، ملعب اللي كيتواجد في مدينه كاروا، وتيهز هاد التيران هذا تقريبا 30,000 متفرج. حتى التيران هذا قديم بزاف، وتم الافتتاح ديالو في عام 1972، ولكن عاود تم التطوير ديالو في عام 2018. وغادي تلعب في هاد التيران مباريات ديال المجموعه الرابعه اللي فيه المنتخب الشقيق منتخب مصر. اما التقييم ديالي لهاد التيران بكل صراحه 4/10. نمشيو دابا للملعب رقم 6، ملعب كويكون. التيران هذا بين اصغر التيرانات اللي كاينين في هاد المجموعه، وتيهز تقريبا يلاه 20,000 متفرج. التيران هذا تا هو باقي جديد وتصايب يلاه في 2015، وهاد التيران بالضبط تنشوفو غير صالح باش يستضاف هاد البطولة، والتقييم ديالي لهاد التيران هذا يلا 3/10. قبل ما نقولكم منتخبات المشاركة، نعطيكم الرأي ديالي في هاد الملاعب. تنشوف دولة الكاميرون ماشي جاهزة 100% باش تستضاف هاد البطولة هادي، وتنشوف بكل صراحة من ناحية هاد الملاعب هذا تنشوف غير 3 ديال الملاعب اللي صالحين باش يستضافوا هاد البطولة، ويمكن من هاد 6 ديال التيرانات يكون 4 ديال التيرانات الأرضية ديال الملعب ديالهم ماشي صالحة للعب. المهم عندنا ما نديرو، هادي هي إفريقيا، ونمشيو نقولكم منتخبات المشاركة.
نبداو دابا بالمجموعه الاولى. هذه المجموعه دي سهله بالنسبه للكاميرون وصعيبه بالنسبه لثلاثه ديال المنتخبات. المجموعه الاولى كتضم صاحب الارض اللي هو الكاميرون بالاضافه لبوركينا فاسو واثيوبيا والراس الاخضر. نمشيو للمجموعه الثانيه اللي هي سهله على منتخب السنغال. المجموعه الثانيه كتضم السنغال وزيمبابوي وغينيا ومالاوي. نمشيو للمجموعه الثالثه اللي فيها المنتخب ديالنا. هذه المجموعه دي فيها ثلاثه ديال المنتخبات اللي صعابين بزاف اللي هو منتخب المغرب ومنتخب غانا ومنتخب الغابون. اما المنتخب اللي تنتوقع غادي يخرج بزيرو نقطه اللي هو جزر القمر. نمشيو دابا للمجموعه الثالثه. المجموعه الثالثه فيها جوج منتخبات اللي ساهلين يتاهلوا اللي هو منتخب نيجيريا ومنتخب مصر. جوج منتخبات اللي بقاو اللي هما غينيا بيساو والسودان. نمشيو دابا للمجموعه الرابعه اللي فيها منتخب الشقيق الجزائر. هذه المجموعه دي تضم جوج منتخبات اللي قويه وجوج منتخبات اللي كنتوقع غادي يغادروا البطوله. المنتخبات اللي غادي يتاهلوا بكل سهوله هي الجزائر وكوت ديفوار. اما المنتخبات اللي غادي يغادرونا هما غينيا الاستوائيه وسيراليون. نمشيو دابا للمجموعه السادسه والاخيره. المجموعه السادسه تضم تونس ومالي وموريتانيا بالاضافه الى اضعف منتخب اللي هو غامبيا. وسينا الفيديو اللي غادي يكون نهار الجمعه غادي ندير لكم تحليل ديال جميع ديال هاد المنتخبات اللي كاينين في هاد المجموعات. اخيرا ما تنساوش بلي غادي ندير تغطيه كامله لهاد البطوله ديال كاس امم افريقيا. واخيرا بالتوفيق لمنتخب المغرب في كاس امم افريقيا. وما بقى لي غير نقول لكم ما تنساوش تشترك في القناه وتنضم للقافله الكرويه لاحسن محتوى رياضي في المغرب. وما تنساوش دير مارك لايك وتهلاو.